النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم في الأردن، والتي نبدأها دائما بصور الأقمار الاصطناعية. هذه الصور نهار اليوم أظهرت إلى تشكل كميات كبيرة من السحب الركامية الرعدية في المنطقة الشرقية من المملكة وبعض الأجزاء الجنوبية الشرقية. كما تلاحظون هذه المناطق تأثرت هذه المناطق بأمطار رعدية في ساعات عصر ومساء هذا اليوم، وسبقت بنشاط كبير في سرعة الرياح السطحية عملت على حدوث ما يسمى ببعض العواصف الترابية الجدارية. على الجانب الآخر في شرقي البحر المتوسط كما نلاحظ هناك حزم من السحب والغيوم تتحرك باتجاه المنطقة، سنتحدث عنها بالتفصيل بعد قليل. لكن إذا أخذنا نظرة أقرب عما كانت عليه الأجواء من الأقمار الاصطناعية للمملكة نهار هذا اليوم، فكما نلاحظ هناك بعض السحب الركامية الرعدية تتشكلت في ساعات بعد الظهر فوق منطقة الأغوار الشمالية وتحركت باتجاه إربد وخرجت خارج الحدود. كانت هناك بعض الأمطار السريعة المحلية الطابع في محافظة إربد نهار هذا اليوم، كما نلاحظ في مناطق البادية الشرقية ووصول إلى مناطق المنطقة الجنوبية الشرقية للمملكة. جميع هذه المناطق كانت تحت تأثير سحب ركامية رعدية كما تلاحظون، وهذه جميعها سمات أساسية متوقعة ضمن تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، التي تتسم بالعادة بأنها مترافقة بزخات عشوائية ورعدية من الأمطار في بعض المناطق كما نلاحظ. دعونا نتعرف على الأنظمة الجوية وخرائط الضغط الجوية التي تشير إلى امتداد واضح لمنخفض البحر الأحمر. هذا المنخفض بالمناسبة هو منخفض متواجد على طوال العام وهو موسمي الطابع، إلا أن امتداده شمالا يحدث في فترة فصلي الربيع والخريف. يمتد هذا المنخفض البحر الأحمر باتجاه الشمال ليتمركز بمركزين، الأول قبالة السواحل اللبنانية والآخر في جنوب شرق المملكة. يتصادف هذا الامتداد من منخفض البحر الأحمر بتقدم لكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، وبالتالي مع هذا الامتداد وهو بالعادة امتداد دافئ ويجلب بعض الدفء في درجات حرارة، تتصادف مع وجود هذه الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العليا ليحدث ما يسمى بحالة من عدم الاستقرار الجوي، سنتعرف على تفاصيل توقعاتها بعد قليل. غدا الجمعة هذا المنخفض الجوي البحر الأحمر يعني يتمركز ويتشكل فوق شمال الأراضي السعودية مع امتداد باتجاه المملكة، ولكن مع ساعات المساء والليل ونهار يوم السبت يتقدم تدريجيا مرتفع جوي من شمال الأراضي المصرية باتجاه المملكة، مع بقاء تأثير هذا منخفض البحر الأحمر على بعض مناطق المملكة حتى يوم السبت، ولكن تتراجع حالة عدم استقرار الجوي المترافقة معه. نتعرف على توقعات الأمطار والمحاكاة الحاسوبية للأمطار. إذن مع ساعات مساء هذا اليوم وعصر هذا اليوم معظم هذه الأمطار تتوافق مع ما شاهدناه عبر صور الأقمار الاصطناعية متواجدة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة. يتقدم حزام من السحب من البحر الأبيض المتوسط بالتزامن مع تحرك المنخفض الجوي العلوي أو الحوض العلوي البارد باتجاه المنطقة ليجلب أمطار على السواحل الفلسطينية، ولكن مع دخولنا في ساعات الليل يتوقع أن تأثر المناطق الشمالية والشرقية وبعض الأجزاء العشوائية من المناطق الوسطى بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وبالتالي يتوقع تزايد تأثر المملكة بهذه الأحوال الجوية غير المستقرة. لذا لا يستبعد خلال ساعات هذه الليلة أن نرى الرعد ونسمع الرعد ونرى البرق حتى في أجزاء من العاصمة عمان بالإضافة للمناطق الشمالية، ولا يستبعد أن تهطل زخات محلية من الأمطار رعدية وعشوائية. تلك هي سمات حالة عدم استقرار الجوي بأنها تكون عشوائية الطابع في فترات تأثيرها، بمعنى آخر أنه قد تسمع أن هناك أمطار في حي مجاور وحي آخر الطقس فيه مستقر. لا يساعد أيضا أن تكون بعض من هذه الأمطار مصحوبة بزخات من البراد في حال حدوثها، وكما ذكرنا تكون عشوائية الطابع ومتركزة في المنطقتين الشمالية والشرقية كما نلاحظ عبر هذه الخرائط. خلال ساعات صباح يوم الجمعة
تتركز حالة عدم استقرار الجوي في المناطق الشرقية. بعض الأمطار الرعدية ما زالت موجودة حسب التوقعات، ولكن بشكل عشوائي في المنطقتين الشمالية والوسطى، ربما يكون هناك بعض الزخات أيضا في المنطقة الجنوبية. لكن خلال ساعات نهار يوم غد الجمعة تبلغ هذه الأحوال الجوية غير المستقرة ذروتها لتعم معظم المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، بالإضافة لمناطق البادية الجنوبية الشرقية. تقريبا معظم المناطق غدا تحت تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، والتي مرة أخرى تتسم بعشوائية الطابع، وبالتالي لا يستبعد في أي منطقة داخل هذا اللون الأزرق بتتعرض لزخات رعدية من الأمطار، لا يستبعد أن تكون غزيرة في نطاقات جغرافية سواء هذه الليلة أو نهار يوم غد، ولا يستبعد أن تؤدي هذه الزخات من الأمطار سواء هذه الليلة أو غدا بجريان الأودية أو تشكل السيول في بعض مناطق المملكة. وبحمد الله الجميع في المنزل بسبب حظر التجول الشان، ولكن تحذيرنا وتنبيهنا للقاطنين في المناطق المنخفضة سواء حتى في مناطق البادية وبيوت الشعر بالانتباه بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول غدا نظرا لتوقع جريان، خاصة في مناطق البادية الشرقية أو في المناطق المنخفضة على حد سواء. تتراجع هذه الحالة الجوية بشكل لافت مع ساعات مساء يوم الجمعة وليلة الجمعة على السبت. إذن الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة عمان أجواء غالبا غائمة، يتوقع أن تتهيأ الفرصة تدريجيا لأن نرى بعض العواصف الرعدية في ساعات الليل، تكون أيضا مرفقة بهطول زخات من الأمطار، قد تكون غزيرة في بعض المناطق ولكنها في العادة تكون محلية و النطاق وفي نطاقات جغرافية ضيقة، ولا يستبعد أن تسقط بعض زخات من البرد المترافقة مع العواصف الرعدية. درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة 11 درجة مئوية، هي أقل مما كانت عليه في الليلة الماضية، قد نشعر بأن الطقس يكون مائل للبرودة. غدا تسود المملكة أجواء وحالة من عدم الاستقرار الجوي تترافق مع انخفاض على درجات الحرارة، الطقس يكون مائل للبرودة غالبا غائم مع هطول زخات رعدية من الأمطار كما تحدثنا في مناطق عشوائية من المملكة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة هذه نهار يوم غد والصغرى الليلة التي تلي الليلة القادمة. في إربد من 19 إلى 12، عجلون 16 إلى 12، جرش 19 إلى 12، والمفرق من 21 إلى 12 مع فرص لأمطار رعدية في أغلب هذه المناطق. انتقالنا للمناطق الوسطى في العاصمة 19 إلى 11، في الصلب 19 إلى 14، في الزرقاء من 22 إلى 12، مادبة 21 إلى 11، وفي البحر الميت من 26 إلى 18 درجة مئوية. المناطق الجنوبية هي فرصتها أقل في هذه الأحوال الجوية غير المستقرة غدا، لكن تبقى الفرصة موجودة لكن ذات فرصة أقل مما عليه الحال في شمال ووسط وشرق المملكة. في الكرك من 15 إلى 10 أجواء غائمة جزئيا، 16 إلى 10 في الطفيلة، 18 إلى 10 في معان، 14 إلى 8 في الشرة، و24 درجة مئوية في العقبة تنخفض إلى 16 درجة مئوية. انتقالنا للمناطق الشرقية من المملكة، الويش 20 12 أمطار رعدية حاضرة، كذلك الأمر في الصفاوي 21 11، وفي الأزرق من 23 إلى 13. المناطق الشرقية قد يسبق هطول الأمطار الرعدية هبوب للرياح النشطة، وبالتالي تؤدي إلى إثارة العواصف الترابية أحيانا، لكن في العادة ستكون ذات محلية النطاق. نتعرف على الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة. يوم إذن الجمعة أجواء غير مستقرة، أمطار رعدية متوقعة 19 نهارا 11، أجواء رطبة في ساعات الليل. السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، تبقى المملكة تحت تأثير يعني بقايا امتداد هذا منخفض البحر الأحمر، ولكن يتوقع أن يكون هناك إثارة لبعض الأتربة والرمال كنتيجة للنشاط في سرعة الرياح. ترتفع درجة الحرارة 23 تنخفض إلى 14 درجة مئوية. يوم الأحد أجواء تكون ربيعية دافئة مستقرة تماما، 25 درجة مئوية في ساعات النهار، 15 درجة في ساعات الليل. هذه الأحوال الجوية المتوقعة مطلع الأسبوع المقبل. قبل الختام ندعوكم دائما للالتزام بالحظر التجول الشامل خلال اليومين القادمين، الاستمتاع بالأمطار من المنازل، كذلك أمر ندعو السكان المناطق المنخفضة والقاطنين في بيوت الشعر في مناطق البادية لا سيما والمناطق المنخفضة من الابتعاد وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من التواجد في مجاري الأودية والسيول نتيجة توقع هذه الأمطار الرعدية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.